انعقدت بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية ثالث فعاليات البرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية. نظم البرنامج وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأكاديمية الملكية للشرطة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وتناولت محاور الجلسات أبرز المعايير الدولية الخاصة ذات الصلة بحقوق النزلاء المحتجزين وأخرى متعلقة بسلامة بيئة الاحتجاز وتفريد المعاملة العقابية وتشجيع التحول إلى العقوبات والتدابير غير الاحتجازية، كما تطرقت إلى الإشراف القضائي المستقل على مراكز الإصلاح والتأهيل لضمان حقوق النزلاء والمحتجزين.